اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء، وبالضبط من درب سلطان. جينا هذا الاسره كيعيشوا اكثر من 30 عام بلا ضو بلا والو، غير هاد البوله اللي واخدين، راه غير دايرين واحد الباتري، يعني كيعيشوا قمه ديال الفقر والتشرد. هانتوما كما كتشوفوا معنا ما كاين ما نخبيو. السلام عليكم، قرب حداك الميكرو وباش نسمعك، نسمع صوتك. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. قلنا سميتك و سميتك. عمر بلال. شحال عندك من عام خويا؟ ها؟ شحال عندك من عام؟ شحال من عام؟ شحال عندك من عام؟ 5 سنين. لا65 انا غادي نهضر مع غير خليني 61 يلاه. واحد فاش كتخدم؟ ها؟ فاش كتخدم؟ في الزنقة برا. كنعاون مع خويا في الخضرة. الخضرة كنعاون فيهم. خضيرة الباب. وكنبيعوا رايمات وصافي، كنبيعوا ما عندنا ما نديروا والو. تقدروا تجيبوا الخضره بزاف، كتجيبوا دوك رايمات شويه؟ لا كنجيبوا رايمات شويه، شويه العرام كنبيعوا، كنبركوا حدا الباب. انت من ذوي الاحتياجات الخاصه ياك؟ ذوي الاحتياجات خاصه. حتىش خاصني شي حاجه. هذا هو البيت ديالك؟ هذا هو البيت ديالي. ها هو. متزوج؟ لا باقي، باقي ما مجوز، ما والو، باقي عزري. كيفاش عايشين في هاد الدار؟ هو حنا عايشين في دولة مالا. لا دولة مالا، شحال هادي، شحال هادي، لا دولة مالا والو، كلشي. شتني عندكم هنا الدار موسخة وكلها مرونة بزاف. هو راه كلشي مرون هنا، الدار كلها مرونة هادشي. أنا ملي زدنا راه كلشي كانت مزيانة، وبقينا غادي بحال هكا، غادي بحال هكا. بقات مرونه بحال هكا. ملي مشاو الوالدين؟ مشاو الوالدين صافي، ما بقينا نديرو حتى حاجه، ما بقيناش خدامين ما والو. ما بقيناش خدامين ما والو، عندي الصحه لا والو باش نعيش ولا والو. يعني كتخرج تخدم حدا الباب؟ حدا الباب وكندخل صافي. كتمشي حتى بلاصه؟ والو. ما كنمشي حتى بلاصه، من حدا الباب للدار هنا. ما كنخرج، ما كندير ما والو، ما كنبيع ما والو. انا غادي نهضر مع هاد السيده. اش كتجيك هاد السيده؟ مات خويا. مات خوك؟ اجي مولتي. خليك تما هاك، شدي شدي بحالك. شوفي هنا، قربي حداك الميكرو، قربي حداك، قربي حداك، لا حدا فوق، حدا فوق. السلام عليكم. السلام. شنو سميتك؟ مريكة. شحال عندك من عام؟ تكون عندي شي 66. تبارك الله. رجوع الملك. تبارك الله. واش هاد العيشه عايشين هنا؟ ياش لا، كنت انا واخده المرحوم ومات، وبقات هاد ليا الارض، ملي مات بقيت مع وليداتي. كنتي بعدا مرتاحه في الزواج؟ لا، ملي كنت مرتاحه، ملي كنت مع راجلي كنت مرتاحه. دابا نحن المرحوم؟ نحنت بزاف، ضعت ضعت مع الوليدات. واخا ما مشيتش حتى شاد الروينه هادشي. واش غنديرو؟ انت عرفتي كيدير الحال، راه حتى شي حاجه، راه ما عرفتش كنقول لك، حتى حاجه ملقيه، كلشي مرون، كلشي. ايوا غنشاطوكم تعرفوا ورقدوا صح. واخا تشطبي هذا الشيء عندكم مكرفس بزاف، والضو اكثر من 30 عام ما عندكمش. كثار كثار ما كاينش. كان ملي كان مرحوم شيخي كان الضو.
وزبا مني ماتوا هما يا صافي طب مشى بحالياتهم، ما بقى بقى من يديروا لينا ما بقى من يخلص. الخديمه غير مات قدام داري. شحال الناس شنيا غير مات يسكن خضيره غير مات انا ولوسي هو اللي تيعاوني، قلت لي باش من عمر بيت تناوب من ياكلون نجيب خويا صافي، كون مريضه ما كنمشيش نجيب خضيره ما والو. هذا الشيء اللي قلتي غير مات ما كيجيوش الناس كاملين يتقدوا معاك، كاينين الناس اللي كياخذوا من عندك الناس اللي ما عندهمش. قليل بنادم كنت كو عريان مات بدريهم. شحال؟ دريهم. شنو كيكون فيهم؟ غير مات كيكون دريهم بيبات صافي. شكون كيكون في ديك العرير مات؟ بطاطا وحده خيزوه. هاكاك. كيفاش شرحي لنا؟ شي ربعة البطاطات وشي شي تلاتة الخيزو ولا ربعة ثم العرير مات. بشحال هادي؟ درهم. دريهم. وانتي كتمشي تشريها من المارشي ولا شنو؟ اه نجيبها مسكينة من المارشي نجيبها ونديرها قدام بابي هكاك ونسير على بالعرير مات. يعني صابرة بنت ايه واش عندي كلية ديالي بسمتي عندي وزيد عليها الماء ما كاينش والضو ما كاينش ما عداش الماء ما عداش والو مسكينة بركا كيعطوني الناس الديور قالوا كاتي تقليدة كان البيديزات يدخلوا يقولوا لي عمري صافي يا مولد الله يرحم الوالدين عطونا بعيد عمي احنا عندك شي كلش عندك شي تليفون؟ انا ما عنديش انا التليفون حد عمر عاد لوسي حافظ النمره ديالو هو؟ اه واخا اعطيني 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 الميكرو هاك هو عنده التليفون عاد لوسي عندك عندك تليفون اه شد هذا حافظ النمره ها؟ حافظ النمره دير 99 تعال جبد لي النمره اعطيني التليفون اعطيني التليفون هاشو هاي جبت يلا قولي قولي اراه ليا اعطيه اعطيه